وقلنا القسم هو اللي بيعين. القسم هو اللي بيعين. طب بناء على ايه؟ على تقديرات ولا ايه يا استاذ صبري الموضوع ده؟ هو المفروض. شكرا انسه هند. هي حضرتك المشكله بتتلخص ان هي جايبه تقدير الاولى او الثانيه امتياز مع مرتبه الشرف. تمام. بتشتكي ان في اقل منها جيد جدا اتعينوا. تمام. في 2010 2011 واكيد طبعا في سنوات بعد كده. فيعني دي مشكله احنا يعني بنوجه نداء للسيد رئيس جامعه عين شمس بننظر لهذه المشكله بعين الرعايه. هذه الاخت متفوقه جدا من الاوائل امتياز مع مرتبه الشرف. ما يصحش ان اللي جاب جيد جدا يتعين ويشتغل واللي جاب امتياز ما يشتغلش. يا استاذ مصطفى. استاذ صبري على فكره يعني انا اعتقد ان اللي بيتعب وبيجني ثمار تعبه في التعليم المفروض احنا نبقى اولى بيه عشان خاطر الطلبه بتوعنا. المفروض الطلبه يعني ده حد جايب امتياز ازاي هودي واحده او واحد جايبين جيد جدا وارمي اللي جايب امتياز؟ يعني انا بعتقد ان في زمن الرئيس السيسي ان هو بنفسه قال انه مفيش وساطه ومفيش محسوبيه. فاحنا بنتمنى ان الرساله دي توصل للسيد رئيس جامعه عين شمس، للسيد وزير التعليم، للسيد رئيس الوزراء بالنظر الى هذه الاخت لتعيينها، لان هي ليها حق ان تعين. ما صحش جاب جيد جدا او جاد يتعين واللي جاب ممتاز ما تعينش، ولا كده بقى فيحصل احباط عند الطالب المتفوق. يبقى اقول لك انا اللي اقل مني بيتعين وانا اللي متفوق ما بتعينش، يبقى اذن حتى اللي بعده هيبص له يقول لك تمام. احنا دورنا طبعا كبرنامج منشط الطبعه الاولى لازم هيبقى لنا دور مع حضرتك يا استاذ هند، وصدقيني احنا مش هنسكت ولا هنسكت عن اي مشكله هنسمعها من اي زميل لنا في اي محافظه او عند اي مواطن. فان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك وتاخدي حقك وتكوني موجوده من المعيدات في الكليه، وباذن الله هنتواصل مع حضرتك ومن خلال الاستاذ صبري برضه ان شاء الله. احنا معانا تقرير تاني في محافظه المنوفيه في قريه شنوفه او مدينه شنوفه. قريه شنوفه. كان زميلنا الاستاذ محمد علي معانا في التقرير. هنطلع مع حضراتكم نشوف التقرير ونرجع مره تانية عشان نعلق على المشكله بتاعه قريه شنوفه. اتفضل يا فندم. بالنسبة للمجاري احنا البلد فيها كتير يعني متطلبات كتير مش المجاري بس. كمجاري اول حاجة اللي هي الناس كلها متأذية منها. بالنسبة للناس البلد عامة في مية زي ما حضرتك شايف، ده حاجة من ضمن الموجودة في البلد مش كل اللي في البلد. وغير كده كمان يعني سوء مواصلات وسوء يعني اقول لك حضرتك يعني سوء كهرباء كمان. يعني لحد البعيدة مثلا كهرباء كمان ده سوء كمان الفترة اللي فاتت. بتقطع كتير. خدت بالك؟ اه فصع كتير يعني كل يوم بقول لك مثلا ولو بيخف حماه يوميا على الله شتاء وصيف يقول لك ساعة بخف حماه قطع لسه الكهرباء قطعت النهار وجاي الساعة 6 وقطع الساعة 9 بالليل تاني و8 ونص. فاحنا احنا بن الصرف الصحي هنا اهو الصرف الصحي مفيش خالص يعني. هذا ربنا ييسر الامور ويكون في استجابة الفترة اللي جاية ان شاء الله. طبعا ناس عندها مشكلة في الصرف الصحي ما عندها صرف صحي، وناس عندها مشكلة تانية صرف صحي مغرق البيوت ومبهدل الدنيا. حاجة غريبة قوي سبحان الله. استاذ محمد ايه الموضوع؟ الموضوع بإيجاز يا استاذ مصطفى. قرية شنوفة قرية تابعة لشبين الكوم منوفية. تمام. ما يعرفهاش كتير من الناس والمسؤولين. قرية فيها 7032 نسمة. تمام. يعني عايز اقول لحضرتك ان محافظ المنوفية لحد وقتنا هذا ما يعرفهاش. ما نزلش ما بينزلش، ما فيش مسؤول بينزل المكان ده خالص. مكان كله وباء،
كله مجاري. المجلس المحلي فين يا استاذ؟ مفيش مجلس محلي، المكان ده مهمل، الناس دي خلاص مش عايشين على وش الارض. الاهالي ما يعرفش، معظمهم ما يعرفش المحافظ. يا سياده المحافظ، بعد ما شفنا التقرير اللي عرضناه على حضرتك، احنا بنوصل صوت الناس دي لسيادتك. يا ريت نحس بالناس الغلابه دي، الناس دي فعلا تعبانه. الناس دي جابت اخرها، الناس دي ولا عملت وقفه قدام مجلس المدينه، ولا عملت وقفه قدام ديوان المحافظه، ولا عملت شيء. الناس دي بتشتكي وبتوصل صوتها من خلال البرنامج لحضرتك، يا ريت تحس بيها. يا سياده المحافظ اخرج عن الكرسي بتاعك وانزل شوف الناس دي. يا سياده المحافظ المناصب ما بتنفعش، حب الناس هو كل شيء. يا سياده المحافظ احنا بنناشدك من خلال البرنامج. 7032 نسمه عايشين غرقانين في مياه المجاري، يا ريت تبص لهم بعين الرأفه. شكرا استاذ محمد، شكرا على التوضيح. مش عارف، احنا كلنا بنوجه نداءاتنا للسيد المحافظ. اعتقد ان تحت السيد المحافظ مسؤولين كتير جدا، بس هو بدوره كراجل هو القيادي في المحافظه، او ليه الدور الاول او القرارات الاولى في المحافظه، المفروض يخلي الناس اللي تحته تشتغل، توضح له المشاكل. ما هو المحافظ برضو يا استاذ محمد، المحافظ برضو يعني مش هيشتغل لوحده. تمام يا فندم. لكن هو المفروض، احنا النهارده برنامجنا من خلال جريده الطبعه الاولى اللي هي منتشره على مستوى المحافظات تقريبا 27، احنا النهارده عندنا فريق عمل اكتر من رائع، بينزل ويجيب المشاكل ويحطها لنا على الطاوله قدامنا، واحنا بدورنا بنحطها قدام سعادتك وقدام كل الساده المسؤولين معاك على الطاوله بتاعتك. ارجو الاهتمام بمشاكل المواطنين، صدقني صدقني الناس محتاجه لكم. هو مش مجرد نزول بس يا استاذ مصطفى، لارض الواقع. ما هو في مسؤول بينزل لارض الواقع وما بيتحركش، بيوعد وعود ما بينفذهاش. احنا عايزين المسؤول ينزل وفي نفس الوقت يتحرك وينفذ. طيب. الكلام اللي بيقوله مش طيب مجرد وعود وخلاص. معانا الاستاذ محمد عبد الرحمن، نائب رئيس جهاز مدينه السادات. استاذ محمد. ايوه يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. منورنا ومنور طبعا برنامج منشط طبعا الاولى، والساده الزملاء معايا بيحيوا حضرتك، الاستاذ محمد علي والاستاذ صبري عبد الشافي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الاستاذ محمد علي مع حضرتك يا فندم. محمد بيه حضرتك، شفت معانا الحلقه اللي فاتت وشفت مداخلة الأستاذ حسام كانت معانا وبيسأل عن السيرفيس وعن ال 1200 جنيه اللي الجهاز فرضهم عليهم بتوع الكارتة. إيه رد الجهاز؟ وحط معانا المشاهد في الرد. لا هو يا فندم الجهاز ما بيفرضش أي مصاريف على حد إلا بقواعد محطوطة قبل كده. طب أمال إيه الموضوع اللي بيشتكي منه يا فندم ده؟ هو حضرتك الكارتة دي متعارف عليها في جميع المحافظات. 1200 جنيه يا فندم؟ لا، هي كل سيرفيس له الكارته بتاعته. بكام يا فندم؟ يعني احنا بنتكلم على العربيه الصغيره السوزوكي اللي هي بيقول عليها 8. الاستاذ حسام اتكلم فيها. العربيه 8 راكب. تمام. دي كانت 150 جنيه في الشهر. تمام؟ واتخفضت السنه اللي فاتت بقرار من السيد المحافظ ل 120 جنيه في الشهر. تمام. تمام؟ ونزلت ل 85 جنيه في الشهر. تمام. تمام حضرتك؟ تمام. فعاملة 1020 مش 1200. مظبوط مظبوط. ودي تتاخد عند أول مرة وتتاخد في التجديد في كل سنة. طب يا محمد بيه بعد إذن سيادتك. اتفضل. ال 1020 دول هل ممكن إن أنا أدفع 2015 قبل انتهاء 2014؟ لا يا فندم، بتتاخد في السنة اللي هيجدد فيها. تمام. في السنة اللي هيجدد فيها فقط. يعني مفيش رسوم إضافية بتنضاف؟ لا لا لا، مفيش أي رسوم إضافية. طيب دور الجهاز يا فندم في الرقابة على الحاجات دي؟ هو في مجلس إدارة للسيرفيس. تمام. هو اللي بيقوم بالسيطرة والهيمنة على الكلام ده في المدينة وتنظيم العمل جوه المدينة. تمام يا أستاذ محمد. على ما أظن يا أستاذ محمد إن حضرتك اللي ماسك المجلس الإدارة. تمام يا فندم. تمام؟ يعني حضرتك اللي بترد عليها مباشرة اهوت، والمشكلة تخص سيادتك. أنا رئيس مجلس الإدارة بتاع السيسي. طب يا فندم الناس دي عندها مشكلة، هل تتواصل مع حضرتك؟ ويجي لك المكتب بتاعك؟ مكتبنا مفتوح، مكتب رئيس الجهاز مفتوح ومكتب النواب مفتوح يا فندم لأي شكوى في أي وقت.
واحنا بنتمنى ان البرنامج بتاعكم يجي لنا السادات ويقوم معانا بالدور ده ويشوف شكاوى. شرف لينا يا فندم، شرف لينا طبعا ان احنا نكون موجودين مع حضرتك ان شاء الله نتواصل ومع رئيس الجهاز ومع حضرتك ومع كل الناس المسؤولين. بس بالله عليك محمد بيه استاذنك، الناس دي خدوا بالكم منهم لان هم الدنيا بايظه معاهم. كل اهالينا يا فندم ربنا يخليك وبترجع الاستاذ حسام من خلال. بس في نقطه ثانيه برضه كان بيشتكي منها في الحلقه اللي فاتت، كان بيقول ان هم 90 تمنايه سياده المحافظ واخد عليهم جديد. لا هم بالعكس، هو اللي نزل القرعه 65 تمنايه تمام، واللي ترخص بس 46 من 85 لغايه دلوقتي. تمام يا فندم، متشكرين للايضاح. وطبعا معلش احنا اسفين، احنا كما عودنا مشاهدينا الكرام على برنامج منشط طبعا الاولى ان احنا لازم يكون في ردود بالاكثر الحلقه اللي جايه، فبنشكر حضرتك المداخله والتوضيح. وبتوجه من هنا طبعا مع زملائي للاستاذ حسام، مكتب سيد رئيس الجهاز مفتوح، اتفضل حضرتك هيسمعك، ولو ما سمعكش احنا موجودين معاك هنوصل صوتنا مع حضرتك. شكرا يا استاذ محمد. شكرا يا فندم. شكرا. احنا معانا تقرير من المنصوره، التقرير ده بيوت ولعت واتحرقت بسبب الضغط العالي، فعايزين نعرف مين المتسبب في المشكله دي، والتقرير هيبين ان في حالات وفاه. طب احنا النهارده مدينه المنصوره احنا اول مره نجيب تقرير عنها من زميلنا الاستاذ محمد غالب وفريق العمل بجريده طبعا الاولى في الدقهليه. ينفع ان احنا نسكت لغايه ما حالات وفاه تبقى موجوده؟ طب احنا فين قبل الكلام ده؟ ما شفناش الناس وهي بتبني؟ الموضوع ده اصبح منتشر ان الناس تبني تحت الضغط العالي والحكومه نايمه سايبه الناس تبني، وبقت البيوت تتحرق تولع، مش مشكله بعد الحكومه. تمام، انا بطلب طبعا من الاعداد وان هم يجهزوا لنا تقرير المنصوره. طيب نطلع نشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. اتفضل. تعالوا يا حاج احنا نشوف العمود اللي في وسط الشارع اهو. شوف 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 السكه، شوف السكه بقى، شوف حش البيت ازاي اهو. وده عاوز يقول ابنه مش عارف يقول. انا بقى 40 سنه تحت السلك ده. لا اول واحد دي يا بيه، اول واحد ده اول خط غير والثاني اهو، غير الراجل اللي مات وغيره وغير. ده اللي الراجل اللي مات عليه ده بيه ده ولع وبيعمل حرايق وبيعمل نصايب كتير يا بيه اهو. وده شوف العمود اهو، شوف عامل ازاي يا باشمهندس. يعني العمود مبايظ من عمود الضغط العالي في نص الشارع اهو خالص اهو، وبيقع وبيتشال وبيتركب تاني. لا كل يومين ثلاثه، والناس دي ملهاش لازمه. بس كده مش في الحسبان. كل يومين ثلاثه. شوف يا باشمهندس اهو، شوف بردك من اهو، شوف في قلب البيوت دي تاني. شوف ودي ثالث خط يا باشمهندس، حتى لو تيجي تبص في السلوك نفسها فيها توصيلات اهي. قطع وعامل حموق اهو. متوصل نفس الكلام، قطع وتوصل. شوف ستك اهو. وانا قاطع السلم قدام اهو. يعني السلك اتقطع خد خد كده. شوف السلك بقى بره. خد كده شوف على المباني اهو. واقف على المباني اهو. خش كده خش. شوف دي. بص اقف هنا بقى كده عشان تجيب اللمعه دي. حق جدار دي كان بيته واصحابه سابوه على ده بيت ولع من الكهرباء وفيه ميته ومجاريه اهي. ده بيت ولع من الكهرباء. فالبيت ده سخنة فيه. ده بيت ولع من الكهرباء. سابوه مش اهو، اصحابه زهقوا منه سابوه. في السلك الثالث بقى على جاية دي. مصر البلد، معا نبني البلد. من فينا ما عندوش سؤال في الدين؟ من فينا ما عندوش مشكلة محتاج يحلها؟ من فينا مش محتاج حتى يحكي ويفضفض؟ في لقاء الجمعة الأسبوعي هنسمع لكم وهنكون أقرب الناس ليكم، ومن قلوبنا هنجاوبكم وندلكم مع فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، وأنا معاه محمد سعيد.
لقاء الجمعة مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم في ضيافة الإعلامي محمد سعيد في الأوقات التالية. حان الآن موعد أذان العشاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مصر البلد، مع نبني البلد. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في مصر والوطن العربي. طبعا قبل الاذان شفنا التقرير بتاع المنصورة، مشكلة بتواجه ناس كتير جدا، الضغط العالي، وشفنا بيوت اتحرقت. انا بناشد السيد المحافظ والسيد مدير الامن وكل مسؤول في الاهلية، زي ما تعودنا انزلوا وشوفوا المشاكل وما تخلوش حد يبقى
تحت الضغط العالي. مش عايزين حد يموت. مش عايزين حد يموت. حياة الإنسان غالية جدا. فبالله عليكم اعتبروهم اخواتكم. اعتبروهم اي حد. ده اهمال. ومش هنسمح في مصر من خلالنا ان يبقى فيه اهمال وما نحاسبش عليه. احنا طبعا افدنا مراسلينا في محافظة بورسعيد الزميل زكريا دياب والزميل محمود رضوان بن سيد اللواء سماح أنديل محافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع حي الضواحي برئاسة المحاسب سعيد شلبي بأنه بالأمس الموافق الأحد 2/11/2014 بدأت الحملة المكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على أراضي الدولة. واستهدفت الحملة إزالة عدد 48 إشغال بناء غير مرخص على أملاك الدولة بنطاق حي الضواحي في منطقة حرفيين زرزار. وسنوفيكم في الحلقة القادمة بتصوير شامل وحديث مع السيد المحافظ أجراه لنا مراسلين ببورسعيد أستاذ زكريا دياب أستاذ محمود رضوان. وده حاجة حصرية لبرنامج منشطة الطبعة الأولى. فهنستأذنكم تنتظرون الحلقة القادمة إن شاء الله عشان نشوف التقرير الحصري ده. احنا معانا أستاذ محمد. اتفضل يا فندم. بالمناسبة دي للزلات أنا بحب أوجه التحية للسيد اللواء محمد فتحي مدير أمن البحيرة. اتفضل يا فندم. والسيد اللواء مجدي سويلم قائد فرقة شرطة بدر مساعد مدير الأمن. والساده ماموري مراكز الدلنجات وبدرك ومحماده ورؤساء المدن في هذه المدن اكيد طبعا لقيامهم بمجهود كبير في ازاله التعديات. التعديات زادت كثيره جدا بعد 25 يناير فاصبح من الواجب على الجهاز الامني انه يقوم بدوره في الازالات. طبعا انا بوجه تحيه من خلال البرنامج لهذه الشخصيات لدورهم العظيم في تنفيذ الازالات على اكمل وجه. ونتمنى ان المجهود يتواصل ان شاء الله. وكل التحيه والتقدير لرجال الامن على مستوى الجمهوريه. شكرا استاذ صبري. وطبعا احنا اي حاجه بتبقى موجودة كويسة لازم نوضحها. احنا معانا حالة انسانية طبعا من غير تقرير لانها رفضت التصوير. انسانة مسنة ومن ذات يعني عندها اعاقة ما بتقدرش تمشي وستة ارملة ستة كبيرة وعايشة في حدائق القبة في القاهرة في مصر والسودان. البيت بتاعها في العشوائيات الشقة اللي هي واخدها. والست دي من سنة 2010 25/3/2010 وعدوها بسكن محترم وراحت وزارة الإسكان كذا مرة وكانت تعبانة ومريضة وكانت بتطلع بمشكلة كبيرة جدا كل مرة انها تروح المشوار. والسادة الموظفين المحترمين اللي ما فيهمش اي حاجة تمام بيقولوا لها كل شوية تيجي فوت علينا بكرة. وحضرت وراحت وشافت المسكن بتاعها اللي المفروض هتنقل فيه. انا رحت شفت المسكن بنفسي صدقوني رفض التصوير. مسكن غير ادمي بالمره وهي وحيده. ما ينفعش يعني احنا وعدنا الناس وفي دلوقتي الاداره العامه للتسكين في محافظه القاهره السيده اسمها رضا عبد الفتاح احمد. ارجو من الساده المسؤولين في وزاره الاسكان في محافظه القاهره يتواصلوا مع السيده ويعطوها حقها اللي هو اساسا موجود. طب انتوا راكنينه ليه؟ راكنينه لمين؟ ولا هي عشان ما بتقدرش توصل صوتها لحد؟ ولا هي عشان ما بتقدرش تمشي؟ تفضلوا روحوا زوروا الانسانه وشوفوا طلباتها ايه اللي هي محتاجه لها بفارغ الصبر. احنا كان طبعا النهارده كان لنا تواصل مع سيد مدير امن دمياط في مشكله كبيره هناك. المشكله دي بتتمثل في ان واحد عربيته كل شويه بتتحرق. راجل عنده خصومات وراجل محامي يعني مع احترامي يا استاذ صبري في ناس من المحاميين للاسف الشديد يعني 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 انا عايز اقول في حاجات كتيره جدا بتحصل. انا معايا مداخله تليفونيه للاستاذ الحاج عطا. الو الو ايوه ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. مين معانا يا فندم؟ معاك الحاج عطا من دمياط يا باشا. اتفضل. الله يخليك حاج عطا. كان عندك مشكله في دمياط سمعنا عنها
من زميلنا في مراسلنا مع الاستاذ طلال الجمل. والله حضرتك انا راجل تاجر موبيليا من دمياط، وعندنا محامي دول اسمه سامي ابو العنان، وكل شويه عربته تتحرق، ويجي لتجار الموبيليا بيشهر بهم ولا ده بيحرق ده تبع الاخوان ده مش عارف ايه مولي الاخوان، وهي بقت حمال الشماعه وهو شغال يعني سرد على الناس عندنا كده في البلد. طب حاج اتفضل. حاج عطا احنا طبعا هنتواصل مع السيد مدير الامن، وطبعا مشكلة حضرتك مش لوحدك، انا سامع ان في 20 شخص تانيين طبعا من اصحاب رؤوس الاموال. ده شاكلني وشاكل معايا عشان واحد معايا، وبعدين حضرتك ايه ده يقعد على القهوة اسمه قهوة هنا ابو جلال حضرتك تمام ودمياط، ويقول لك انا تابع منصة حملة السيسي الرئيس السيسي و لا طبعا ما ينفعش ما ينفعش يا حاج عطا طبعا بصب باسم الشعب ما ينفعش يعني ما ينفعش الكلام ده اكن الحكومه هو الحكومه اكن هو الرئيس طبعا 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 يا حاج عطا طبعا يا حاج عطا عشان بس وقت البرنامج انا متشكر لمداخله حضرتك وصوتك وصل ورسالتك وصلت واكيد السيد مدير امن سمعنا دلوقتي وانا بدوري هوصل شكوى حضرتك ومستحيل حد يأذي حد عشان هو بيعرف حد تاني معلش اسمحوا لي انا يمكن صوتي عالي والاول مره صوتي بيعلى اقسم بالله لغايه اخر نفس في عمري ما هسمح لاي بني ادم في الدنيا ان هو يأذي حد ملوش ذنب وبعدين هو يتمسع بحد يقول لك انا تابع السيسي او من انصار السيسي طبعا كلام مش مظبوط بالكلام ده طبعا احنا طبعا بنشكر بنشكر الاستاذ صبري عبد الشافي وبنشكر الاستاذ محمد ومعانا بعد التقرير او المداخله معنا الدكتور ابراهيم كمال يونس رئيس الجاليه المصريه في مقاطعه تورينو ايطاليا مدير مدرسه النيل تحت اشراف القنصليه المصريه وزاره التربيه والتعليم المصريه ان شاء الله هيكون معنا بعد الفاصل في عجاله سريعه نعرف اهم الحاجات اللي بتمثل مشكله للجاليه المصريه في تورينو شكرا لحضراتكم ونواصل بعد الفاصل شكرا استاذ مصطفى اتفضل يا فندم عايزين يصدروا لنا مشاكل الصعيد ومشاكل المنيا فتار والدم ومشاكل احنا في غنى عنها. حتى احنا حابين محافظتنا يعني احنا مش عايزينها تتغير. هو ليه قسمها؟ يعني خلي كل واحد في بلده اكيد بتوع المنيا برضه مش عايزين يجوا البلد دي. رجعنا لكم تاني واخر تقرير كنا بنشوفه من راس غارب محافظه الغردقه والمشكله القائمه لسه لا للتقسيم. طبعا معانا ومعاكم الدكتور ابراهيم كمال يونس. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا يا فندم. شرفتنا يا فندم وشرفت برنامج منشط طبعا الاولى. اهلا وسهلا. واهلا بيك طبعا في مصر في الزياره السريعه لحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا احنا دكتور ابراهيم زي ما قلنا رئيس الجاليه المصريه في تورينو في مقاطعه في ايطاليا. احنا عندنا بعض الاسئله طبعا هنسالها للدكتور وطبعا هو بدوره رئيس الجاليه المصريه لازم يرد فينا معانا فيها. دكتور بصفتك مواطن مصري مقيم في ايطاليا ايه اللي بيحتاجه المواطن المصري من السفاره او القنصليه المصريه في ايطاليا؟ طبعا المواطن بيحتاج زي كل المواطنين في جميع انحاء العالم لخدماته اللي طبعا تعتبر الاوليه بالنسبه له تصحيح باسبورات تغيير باسبورات تجديد باسبورات
اي شهاده فيش التسجيل، الحاجات دي كلها طبعا بيلجا للقنصليه او السفاره. تمام. وبصراحه القنصليات او السفارات عليها عبء كبير جدا، ولا فاذا احنا المفروض يعني يكون في تعاون معاهم. تمام. من أكيد. ابناء الجاليه أكيد طبعًا. بحيث انهم يعني بيادوا الخدمات كلها اللي احنا يعني بتغنينا عن احنا نسافر لمصر نعملها أكيد عن طريق جميع الوزارات اللي موجوده في مصر. هم يعتبروا وسطاء بيننا وبين الوزارات المعنيه. يعني حضرتك الدور الوسيط ما بين الجاليه المصريه والمشاكل اللي بتحصل هناك مع السفارات او القنصليات. احنا طبعا كجمعيات بنحاول بقدر المستطاع يعني نحل مشاكلهم عن طريق برضو القنصليات والسفارات، وعن طريق برضو الاماكن اللي هي الايطاليه او المكاتب او مديريات الامن او ما الى ذلك في استخراج الاقامات واستخراج البسبورات واستخراج ما الى ذلك. يعني بنحاول نساعدهم ونترجم له كل الحاجات. طيب المطلوبة. دكتور حضرتك انت من موقعك كمسؤول، انت طبعا اتعاملت مع انظمه كتير جدا، النظام السابق والنظام اللي بعديه والنظام الحالي. بالظبط. تمام. حضرتك النهارده شايف ان في فارق مباشر للمصريين المقيمين في ايطاليا من خلال حضرتك وفي العالم كله، وازاي ممكن نستغلها لمصلحتهم؟ طبعا احنا شايفين فيه يعني تغيير ملموس، والحمد لله حتى عن قناعه ان احنا شايفين ان الانظمه القديمه اللي كانت قبل كده كانت انظمه طبعا ما كانتش يعني موائمه لمطالبنا او يعني مطالب المصريين في الخارج بالذات. احنا كان نقصنا حقوق طبعا. احنا معانا الصور بتاعه حضرتك بنستعرضها مع الساده المشاهدين من خلال المؤتمرات ومن خلال تواجدك مع الجاليه المصريه هناك. فطبعا احنا بنحاول يعني بقدر المستطاع نبين فعلا الامتيازات اللي احنا خدناها دي او حصلنا عليها، اقربها طبعا اللي هي الحق المصري في الانتخاب وفي الترشح. يعني دي الترشح اول مره احنا بننعم بالخدمه دي. جميل. بحيث ان احنا كلنا صوت في مجلس الشعب في البرلمان. جميل. فبنحاول بقدر المستطاع يعني برضه نقدم حد من عندنا من ايطاليا زي كل الدول ما بتقدم يعني. جميل. ان شاء الله. جميل. احنا طبعا نتمنى ان احنا نشوف الناس المحترمين اللي هم ان شاء الله دايما بيبقوا متواجدين على الساحه ومع السادة المسؤولين باستمرار ومع المواطن وفي باستمرار. جدية طبعا شايفين في جدية وشايفين ان في يعني تواصل اكتر مع الجهات المسؤولة، تواصل اكتر مع الوزارات. بنحاول دلوقتي بنشوف طبعا في لجان كتيرة جدا بتوصل بتعمل الرقم القومي، بتعمل ممتاز. بعض الخدمات اللي بتهم المصريين في الخارج. ممتاز. طبعا ممتاز. وفي يعني ان شاء الله يعني في تعاون بيننا وبين الاجهزة المعنية. طيب. برضو هنا في اخر الداخل. سؤال لحضرتك فضل. ايه اللي ناوي تعمله حضرتك لتقوية الروابط بين المصريين في ايطاليا والوطن الام مصر العزيزة؟ احنا هنبدا ان شاء الله بالطفوله، يعني نحاول نشوف الطفل محتاج ايه. تمام. المدرسه مجانيه التعليم، احتضان المصري مصر لابنائها في الخارج، بحيث ان احنا بنعمل تعاون بنحاول نخلي اولادنا يزوروا بلدهم الحضاره والثقافه ويعني يشوفوا ايه اخر ما في بلدهم بلد ممتاز. الاجداد ويحاولوا طبعا يرتبطوا بيها عن طريق برضه اللغه والحاجات دي طبعا. طبعا هو اللقاء يعني المفروض ان حضرتك تاخد وقت كتير جدا. لان احنا لو قعدنا اتكلمنا كتير عن الجاليات المصريه وخصوصا مع حضرتك مش هنوفي حضرتك حقك ولا هنوفي المواطن المصري بره حقه. احنا طبعا شرفنا النهارده بوجودك معنا، وان شاء الله يكون في حلقات جايه كتير حضرتك تكون موجود معنا فيها. ده يشرفنا من خلال برنامج مشاهد الطبعة الاولى. حضرتك عايز تقول حاجه قبل ما نطلع نختم الحلقه؟ عايز بقول بس يعني نكون عن طريقكم ان شاء الله يا ريت يكون في يعني دايما تواصل بيننا وبينكم بس عشان نعرف اخبار الدنيا ايه، لان الاول كنا بصراحه يعني ما كانش فيه المعلومات، ما كانش فيه المنشورات الحاجات دي كلها. دلوقتي بدات بعض الوزارات تبعت لنا، فاتمنى ان قناتكم برضه يكون فيها تواصل يعني بيننا وبينكم ان شاء الله. تمام. ان شاء الله نحاول نعمل توأمة مع حضرتك ان شاء الله، واحنا متواجدين مع حضرتك في اي مؤتمرات سواء في مصر او خارج مصر خاصه بالجاليه المصريه. ومن خلال برنامج مشاهد الطبعة الأولى بوعد كل السادة المشاهدين واللي لهم ناس موجودة في إيطاليا، احنا هنغطي لكم أخبارهم أول بأول من خلال رئيس الجالية المصرية في مقاطعة تورينو في شمال إيطاليا. السادة المشاهدين شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا شرفتنا. السادة المشاهدين في مصر والوطن العربي، الحلقة يعني بقية الحلقة ما خلصتش مع زميلي الأستاذ رضا بلال، وطبعا بعديها مع سيادة الدكتور يحيى الجندي الفقرة الاقتصادية، وفقرة كلنا بنستناها وفي اخبار كويسه من خلال الفقره الاقتصاديه. فانتظروا معانا بقيه الحلقه مع الاستاذ رضا بلال زميلي من السعوديه، وبعديها الاستاذ الدكتور يحيى الجندي. شكرا واشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه اللي جايه، وهتوحشونا. مع السلامه.
أعزائي المشاهدين، بنعلمكم بعد الفاصل بعد ما اتكلمنا عن هموم مصر الداخلية، ووعدناكم إن إحنا ننتقل بعبثات ماتش الطبعة الأولى إلى خارج مصر وبالتحديد إلى المملكة العربية السعودية، لننتقل بأبنائنا في الخارج لنسمع أهم ما يجعلهم همومهم ألمهم ونضعها في كفة أمام موازين المسؤولين حتى يضع حلولا لها. نلتقي الآن معنا الأستاذ أحمد حسين وكيل شؤون تعليمية بكبرى مدارس مدينة جدة بالسعودية، الأستاذ محمود عفيفي مشرف تربوي، الأستاذ عبد الستار هيكل مشرف تربوي. الأستاذ أحمد، حضرتك ترى كما تحدثنا قبل الحلقة أن المصريين في الخارج يعانون، من وجهة نظر حضرتك إيه المعاناة اللي بيشوفوها المصريين في الخارج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل ما نتكلم عن المشاكل اللي بيواجهها المصريين في الخارج بعد خلاص يعني صعود على سلم الطائره ومغادره البلد وبدايه مرحله جديده من الحياه العمليه في اي دوله اخرى، تعالوا نشوف يعني الطريقه اللي بيتم اختيار بها الموظف المصري او اللي يعتبر العامل او الطبيب او المهندس او المعلم. هنلاحظ ان احنا يعتبر احنا بنتكلم عن كوادر بشريه هي العمود الفقري لسوق العمل في معظم الدول اللي بيروح فيها المصري، وما شاء الله بيثبت نفسه في اي مكان بيروح فيه. ولكن الطريقه التي يتم بها اختيار المصري نجد ان التحكم الاول والاخير للسفارات والقنصليات للدول التي تقوم باختيار الموظف. في ضعف دور الوزارات المصريه، واحيانا يكون غياب دور كامل للوزارات المصريه. فلو اتكلمنا مثلا عن مجال التعليم، نلاحظ ان القنصليه او السفاره المصريه للدوله اللي يتم اختيار المعلم المصري تضع شروط، تضع سنوات الخبره، تضع مثلا مؤهلات معينه، تضع شهادات لابد ان يكون حاصل عليها. فين الدور للوزارات المصريه؟ المفترض يكون في دور لوزاره الداخليه، دور لوزاره العمل، دور لوزاره التعليم اللي هو المفترض الموظف طالع منها. تبدا تضع شروطها زي ما بنشوف في بعض الدول مثلا تكون اقل منا في الكفاءه واقل منا في الخبره. تشترط لصعود المعلم الى الدول الاخرى لابد ان يكون الراتب لا يقل عن تضع نسب معينه. نجد ان الموضوع ده يمكن عندنا في وزارتنا مش موجود، مجرد ان الكفيل يجي يختار الموظف باي شروط هو يحطها وياخده ويمشي. فده جعل من المصري بدل ما كان خبير سافر الى دوله ليقوم بعمليه مثلا تطوير ابنائهم، اصبح الان هو رايح في صوره عماله وليس خبير. هو فعلا فريسه عندهم فعلا بيتحكموا تمام بيملوا شروطهم رغم ان المفروض ان هو اللي يكون شروطه. ده دور طبعا يرجع للدوله. طبعا اعتقد الساده المسؤولين ان هذه رساله قويه من احد ابنائنا المحبين لبلدهم في الخارج، بيوجه رساله بيقول انتوا فين من حقوق ابنائكم المصريين؟ ابنائكم المصريين جوهره بيلتقطها غيركم ننتبه بيها. المفروض ان احنا نثمن هذه الجوهره، نعطيها قيمتها التي تستحقها. انا بس لازم حضرتك هتكلم عن حاجه داخليه، اللي عايشين فعلا في الغربه خلاص اصبح واقع عندهم عايش باسرتك وزي كده. طبعا عايش باسرتك محتاج انك توفر لهم مستوى تعليم كويس. تمام، بحيث ان ما يبقاش الغربه دي اثرت على التعليم الاول. فمشكله صغيره بنتكلم فيها بيعاني منها مش هقول ولكن كل المصريين بلا استثناء اللي عايشين في الغربه بصفه عامه، هنا انا بتكلم عن الوسط اللي احنا عايشين فيه، لابسينها كلنا. مشكله التعليم، تعليم الابناء. ابناؤنا في الخارج برنامج معمول الاولاد سواء ابنائنا كلهم بيختبروا في السفاره او تبع السفاره علشان يقدروا يدرسوا المنهج المصري، احنا عاوزين ندرسهم منهجنا المصري. يتعلموا تاريخنا، يتعلموا جغرافية بلدنا، يعرفوا وضع بلدهم بالظبط في كل المجالات. تمام، وده مش متاح في المناهج الاخرى، متاح في المناهج المصريه. حابين نعلم اولادنا المناهج المصريه. طبعا عشان تعلم المناهج المصري مفيش حاجه رسميه ذات قطار رسمي سواء من عندنا من مصر او من الدوله اللي احنا عايشين فيها، مفيش حاجه بتحتوي الموضوع ده للاسف الشديد. بنضطر نودي اولادنا مجموعات، حاجه اسمها مجموعات مدرسيه زي درس خصوصي اللي في مصر بياخدوه، بس هو لا دراسه الاولاد، لا مدرسه معترف بيها ولا حاجه رسميه. وفي الاخر يختبر الولد او البنت، يختبر الترمين مع بعض، الترم الاول والترم الثاني في شهر مثلا ابريل ولا كده، قبل اختبارات مصر بشهرين، ويختبر السنه كامله الترمين كامل. يعني هو نفس المنهج الدراسي، هو نفس المنهج، والمفترض
له نفس الخطه الزمنيه المفترض له نفس التقسيمه اللي هي على ترمين، ده كله مش حاصل. بينما ان احنا بنبص مثلا نلاقي عندك المدارس الباكستانيه، المدرسه الهنديه، المدرسه الامريكيه بيدرسوا فيها، مدرسه رسميه رسمي ابناء الجاليه بيدرسوا فيها وبيدرسوا المنهج بتاعهم، بيقتدوا على نفس نظام الدوله اللي هم بنفس الفتره الزمنيه. فدي طبعا مشكله كلنا بنعاني منها يعني. وطبعا ممكن يصادف طبعا المجموعات دي اللي بيدرسوا فيها اولادنا دي طبعا حاجه غير رسميه يعني. تمام. بيحصل اوقات البلديه او كده بتقفلها، وده من حقهم لانها حاجه غير مرخصه، حاجه غير رسميه. فيدرسوا فين؟ طبعا دي مشكله كبيره جدا. احنا بننادي لما يا ريت صوتنا يوصل للساده المصريين ان هم يحاولوا يشوفوا حاجه مقننه، حاجه رسميه، مدارس رسميه. طبعا مش مدارس المسار اللي هي موجوده بعض المدارس بتدرسها، لا احنا عايزين مدرسه رسميه للمنهج المصري. تمام؟ تدرس بنظام الترمين، يختبر الولد او البنت بنظام الترمين عشان يقدر ياخد مساحته الزمنيه في دراسته. بالفعل حدث الاستاذ احمد في اول الحوار عن قول المواطن المصري مظلوم، الحكومه المصريه ما اتفقتش انها تظلم المواطن المصري، كمان عايزه تظلم ابنه. ابنه اللي بره مش لاقي مكان يتعلم فيه، احنا كمصريين زي ما بنسمع الاستاذ محمود بيبحث عن الهويه الوطنيه المصريه، انا مش عايز اتعلم المناهج يعني يصر على تعليم المنهج المصري وان كان مسجل في بعض المدارس اللي هي مثلا انا في السعوديه اولادي يدرسوا المنهج السعودي في مدارس سعوديه ومع ذلك حريص على دراسته المنهج المصري. ودي من نقاط القوه يمكن اللي بنرفع راسنا بيها ان احنا يعتبر من افضل المناهج الدراسيه يمكن في الوطن العربي كله. ودي حاجه طبعا اعتزاز المصري بهويته ووطنيته ومهما ابعدته الاماكن والبحار والبلدان لازم حل تاني لكل متعلق ببلده، ما يتعلمش غير علم بلده، ما ياخدش غير معلومات بلده، وتاريخ بلده، وجغرافيا بلده، وكل حاجه. يعني اعتقد الموضوع مش صعب، واعتقد ان مش يعني مش حاجه بدعه جديده، الدول كلها عامله كده، دول اقل مننا كتير جدا عملت الموضوع ده. يا ريت احنا نظره للسيد وزير التعليم، ابنائك في الخارج يطالبون بشده وبالحاح، ابنائهم مسؤوليتهم رقبه، عايزين يتعلموا العلم المصري. انت فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه احب ااكد على حبنا كلنا لبلدنا مصر اللي لا يمكن يقبل المزايده ولا هو قابل للنقصان، بل انه بيزيد مهما بعدنا مهما تغربنا، بل بالعكس مع بعدنا عن بلدنا كمان بيزيد شوقنا ليها وحبنا ليها. فبالتالي انا بحب بلدي وبقدرها، وده يعني شعور فطري بداخلي. انا كمان منتظر من بلدي الكتير. لما انا اكون مضطرب وتواجهني مشكله، اكيد المكان الوحيد اللي انا هلجأ فيه على الله سبحانه وتعالى سفاره بلدي، القنصليه الخارجيه يعني. فانا برى ان في شويه تاخر في الاستجابه لنداءات اي مصري بتواجهه مشكله، وبيصلوا بعد ما المشكله ممكن تكون تفاقمت وحق المصري ده ضاع يعني. او تحدث كارثه بعدين الاجهزه تبدا تعلن عنها، او صوت الشخص اللي احنا يعني بنتكلم عن انه في مشكله لازم حد يوصله نيابه عنه او يتضخم اعلاميا عشان تقدر السفاره تتحرك. فلو شويه نشاط في مواجهه المشاكل اللي بتقابل المصريين، لان دي بتزيد من قوتهم وارتباطهم ببلدهم واعتزازهم بوطنهم. لما الاقي ظهري ليا بيحميني اللي هو بلدي علمي ان انا بنتمي ليه، سفارتي اللي بتمثلني او قنصليتي، فاكيد انا يعني بكون مثل مشرف ليها وعارف ان انا حقوقي مش هضيع في البلد. كمان لما برجع بيعاملني على اني مستثمر اجنبي، اجي انا مغترب اكيد يعني مش راجل عايش في رفاهيه، ده انا بحاول اعيش الحد الادنى من الحياه الكريمه يعني. لو عندي الرفاهيه ما كنتش اغترب ولا كنت خدت رقم مغترب، فلما انا خدته ففي اشياء اضطريت من كده. لما برجع بيبص لي على اني مستثمر، اجي مثلا يكون بيعلن عن حاجه في المجتمعات العمرانيه الجديده مثلا يعني، ينظر الي كاني مستثمر ويبدا يكلمني بالدولار، انت ولاي لازم تدفع بالعمله الصعبه. طب انا ممكن ما اكونش اساسا بصرف الراتب بتاعي بالعمله الصعبه، عاملني انا ابني. طيب يعني قبل ما تسيب النقطه اللي انت اتكلمت فيها الاول وهي موضوع السفارات ودور السفارات، يعني واضح ان احنا يمكن نعتبر شعب طيب، احنا بندور فين استجابه السفاره لما بيصير مشكله استجيبوا معانا بسرعه. غيرنا ما شاء الله وصلوا يعتبر الخطوات الاستباقيه، لا ينتظر الى ان تصل المشكله، لا انا في حقوقي قبل ما اوصل البلد.
فين رساله الجيل؟ نتمنى لكم تيجوا الاقامه لمراجعه السفاره، يمكنكم الاتصال بكذا وكذا وكذا زي ما بنشوف. تشعر سعادتك ان السفارات الاخرى بتنادي ابنائها وتقول لها بابنا اهو اتركوه لو في مشكله، لكن تجد احنا سفاراتنا للاسف يعني مش في كل الاحيان لكن في اغلب الاحيان تصم اذانها وتغمض عيونها يعني كانها ما تعرفناهاش. المشكله او احيانا تكون للاسف كارثه مش مشكله. تبدا دور السفارات تتحرك. طب فين الدور الاستباقي للسفاره؟ ايوه هو ده كلام الاستاذ احمد اتفضل بيه الاستاذ ابسط التلفين. مش حاجه مستحيله يعني مش بقول حاجه فوق الامكانيات او حاجه مستحيله، حاجه بسيطه جدا جدا بتشعرك بقيمتك. انت ماشي احنا الحمد لله كلنا عارفين قيمه بلدنا وعارفين ان احنا بقيمتنا سنه كويسه الحمد لله. وعايز اقول برضه ان احنا مش اي مشكله بنعرضها معناها ان احنا بنهاجم بلدنا وحضرتك، بالعكس احنا منتمين لبلدنا وعشان بنحبها غير يستحق حبنا، عايزين صورتها ما تتهزش، عايزين انتمائنا ده ليها يفضل زي ما هو، وهو بعد ان شاء الله ده بيزيد، ولكن بس عايزين الحد الادنى زي الاستاذ احمد من الشعور فعلا بامتى. انا كنت متخيل ان انا لما وانا بجهز الحلقه لما اجمع ضيفين او ثلاث ضيوف هلاقي المشكله موجوده في وزاره. الاستاذ احمد تحدث عن مشكله في وزاره العمل والداخليه. استاذ محمود مشكله في وزاره التعليم. الاستاذ عبد الستار مشكله في وزاره الخارجيه. للدرجه دي مصر مهمله؟ للدرجه دي الحكومه كلها مقصره؟ فين حق بلادكم عليكم؟ فين حق ولادكم عليكم؟ انتوا فين؟ انتوا فين المشاكل دي؟ ما عندكوش علم بيها؟ ما سمعتوش حاجه قبل كده؟ ما شفتوهاش خالص؟ مشاكل بالنسبه لكم الداريه ولا شايفينها وعاملين مش شايفينها؟ انا اعتقد ان اي وابسط حقوق المصريين بره جوه المفروض تقوم بيها. على الاقل اي مبررات معلومات تشتريها ما بتقولوش مستحيل، ما بتقولوش حاجات بالمليارات، ده بتقولوا تسهيلات. لما الاستاذ سطر بيطالب ان القنصل يكون متقارن مع الناس القنصليه، ايه المشكله؟ هو جاي ليه؟ ما اتحط في المكان ده ليه؟ هذا موظف ايا كانت رتبته في الدوله، رئيس الجمهوريه موظف، المتحط موظف، رئيس الوزراء موظف، اخدم بلدك، انت هو رسمه من فوق منصبه لا كل التقدير والاحترام، بس المواطن له تقدير واحترام ولو حق على بلده. في ناس اتغربت وسابت بلدها طلعت بره مش عشان هم عايزين يتغربوا، لانهم اضطروا الى ذلك واجبروا على ذلك. فاحنا نقف معاهم يعني بالاخص كمان ان المشاكل المطلوبه والحلول اللي هو بيتكلموا فيها حلول بسيطه جدا مجرد تلفل بسيط جدا. المشكله ان وزير التعليم يتكرم سيادته يرفع التليفون على وزير التعليم في اي دوله ويبدا يعمل التهاون ده. المشكله لما يخصص بكل مدرسه فصليه. احنا بنقول احنا ده دول عربيه واحد عربي، هو بيستفيد من مصر. وكل يوم عربيين بيستفيدوا من مصر ازاي؟ لابد تكون استفاده تروح ابناء مصر واولاد ابناء مصر. اعتقد ان في مشاكل ثانيه كتير. ولكن اتمنى ان ينظر لكل ما يقوله هؤلاء المغتربون بعين الاعتبار، فهم تغربوا من اجل لقمه العيش وستعود واردتهم ومدخلاتهم ورواتبهم على مصر. مع الراجل بيرجع عايز يعمل مشروع، لما بيعمل مشروع شغال 10 20 30 بيستفيد منه ابناء مصر. استاذ ستار حضرتك تقول حاجه؟ كنت عايز بس الخص يعني كل مشاكلنا في اني يصلني احساس بالعزه والكرامه زي احساسي بعالمي كده لما انا بطلع جوازي في اي مكان بقول انا مصري اشعر بالقيمه ان انا انسان مصري. ان المسؤول المصري هتدي حقك لمجرد ان جوز جوازي مصري بحق مش حصل من حد، مش هتعدى على حدود الاخرين، عارف حدودي مش هتعداها لكن حقوقي لا تهضم، الناس ما تستضعفنيش وتتعدى على حدودي، يعرف ان انا مصري، يعرف ان انا ورايا حكومه قويه، خارجيه قويه، وانا انسان نظيف مش مظلوم، لو كنت مخطئ يمشي عليا القانون، انا مش فوق القانون، لكن ما كنتش تحت ارجل الناس وتحت طائله القانون بدون داعي وظلما وعدوانا، بس ده اللي انا عايزه. استاذ احمد في حاجه تانية؟ والله احنا يمكن مع الرسائل اللي بنوجهها للمسؤولين او للحكومه يعني ممكن ان تنزل فرصه انا اوجه رساله لاخواني المغتربين سواء في الدول العربيه او في اي دوله اجنبيه، يعني اذكرك انك سفير لبلدك، سفير لبلد ما هي اي بلد، دوله عظمى نعتبرها دوله يعتبر هي الدوله المحوريه في المنطقه بالكامل. انت تنتمي لمصر وانت تمثل مصر في المنطقه.
لابد أن تكون على وعي بقيمة البلد التي تمثلها، لا تظهر إلا بالصورة التي تليق بالمصري. لا أطلب منك أكثر من ذلك، لا أطلب منك أن تبدع في أن تكون بشكل معين أو بصورة معينة، فقط تذكر أنك مصري. فنظرة الدول ونظرة الشعوب للمصري يمكن اختلفت في الفترات السابقة. احنا في ايدينا بإذن الله ان شاء الله بعد فضل الله ان احنا نعيد الصورة بالشكل الامثل اللي كنا عليه. فتذكر ان في اي موقف اي تعامل اي اجراء بتاخده انك مصري وانك سفير لبلدك. واحنا والله املنا كبير في مع بعد ثورتين وفي مصر الجديدة كانت معظم العلاقات مع بعض الدول العربية متهتكة، ودلوقتي ما شاء الله في علاقات قوية جدا مع السعودية، علاقات قوية جدا مع الإمارات، علاقات قوية جدا وأقوى مع الكويت، دلوقتي قطر بتستجد مصر عشان ترجع للعلاقات، بقت الترابط بقى موجود، نبدأ نتواصل، قبل ما نتواصل دوليا نتواصل نشوف مشاكل أولادنا برضه الموجودين في الخارج نحاول نحللهم مشاكلهم. أستاذ محمود في حاجة عايز تضيفها؟ الله بس ما اظن صوت الاستاذ احمد في النقطه اللي قالها فعلا، وبكرر ان ده اللي هو اتفضل بيه، بكرر نفس النداء الثاني ان انت ايها المغترب انت بتمثل مصر مش بتمثل اي دوله، ما تجيش مستقل بنفسك، خد حقك تعزه مش بتكبر على الناس ابدا الشرع يعني بالظبط. انا قلت تعزه مش بتكبر على الناس، وانا اعمل بواجبك قبل ما تطلب حقك، تطلب حقك بادب بعزه هيوصلك لانك انت فعلا سفير لبلدك. خليك معتزل مصريك، ما تجيش تنتقد بلدك ايا كانت، في الاول وفي الاخر هي بلدنا وبنحبها وهنفضل نحبها وهنورث حب بلدنا لاولادنا كمان، تمام؟ فهي في الاول وفي الاخر بلدنا، اعتز بيها، خليك دايما تتشرف ان انت مصري ايا كانت اوضاع بلدك، كل الدنيا وكل مكان وكل مجتمع بيمر يعني باوقات قوه واوقات ضعف، ما فيش مشكله، اعتز بمصريتك مهما كانت، ما تجيش تقعد بس قاعد تنتقد في بلدك تذكر بس عيوبها، بالعكس خليك دايما معتز بيها، خليك دايما تذكر مزاياها، خليك دايما عارف ان انت مصري، حقك تاخده بادب وبعزه، مش قصدي تكبر ولكن بعزه، يكون مفيش مهانه في اسلوبك مع الناس، خليك دايما معتز بنفسك، الناس هتحترمك. تمام. نداء اخر معلش، اتمنى من الله، احنا ذكرنا بعض المشكلات مش كلها طبعا، في مشكلات كتير عند كل واحد هتلاقي مشكله واثنين وثلاثه وعشره، احنا اتكلمنا وفي غيرنا اتكلم قبلنا وفي غيرنا هيتكلم بعدها تاني، لكن اتمنى ان صوتنا ده يوصل للساده المسؤولين وياخدوه بعين الاعتبار عشان نشعر فعلا ان احنا لما بنتحرك بنتحرك في اطار مشروع يكون في استجابه ولو بس ايه بالتدريج ولو بقدر بسيط يحسسنا ان فعلا في استجابه للطلبات دي. شكرا استاذ رضا. بعد اذنك، دور الاعلام طبعا دور مهم جدا، مش في العصر الحديث، في العصور حتى الاولى في التاريخ الاعلام شيء مهم جدا، فالاعلام نرجو ان الاعلام يكون حاضر، واذا كان في نماذج سيئه لبعض المصريين، مش المصريين بس، في اي جنسيه من الجنسيات، مش هي بس اللي تعرض، في نماذج مشرفه في كل الميادين وكل المجالات، تزيدنا فخرا ان احنا مصريين وتعرف الجميع مكانة المصري منذ القدم حتى الآن. فبس أرجو من الإعلام يكون محايد، ما يمسكش النماذج السيئة، والله واحد سرق، واحد عمل كذا، لا. أنا عندي كمان على الجانب الآخر نماذج مشرفة، أرجو إنها تظهر بالصورة الطيبة لتظهر مكانة مصر وطيبة وكرامة الشعب المصري. زي ما شفنا مع السادة الضيوف، إن مش إحنا مش جايين هنا نوجه رسائل بس للمسؤولين، احنا بنوجه رسائل ايضا للشعب المصري او المواطنين المصريين المغتربين. احفظ قيمه وقدر بلدك في افعالك وفي تصرفاتك وفي اخلاقك. زي احنا بنطالب المسؤولين يجيبوا لكم حقكم ويجيبوا لهم حقهم، احنا كمان بنطالبك انت تحافظ على حق مصر عليك. وتصون كرامه مصر في اخلاقك وفي اسلوبك وفي مش الساده المسؤولين اللي بس مقصرين. برضه انت لو اهم بلدك في الخارج فانت كمان مقصر. الساده الضيوف معانا في الاستوديو قالوا مشاكل، وجات لنا مشاكل منذ ان اعلنا عن موضوع الحلقه على تويتر وعلى الفيسبوك. جات لنا رساله من بنت مصريه في الكويت بتقول احنا مش لصوص. استغربت من الرساله
لقيت بتعلق على قرار اصدرته السلطات المصريه ان كل مواطن مغتاب لو حب زي ما سبق ستار اشار من شويه لو حب انه يستثمر مشروع وجي يطلب قطعه ارض من مصر هيتعامل المتر ب 500 دولار قرار وصاد 500 دولار طب هو قرر عشان يجي ياخد 200 ثلاثة هيعمل بيه ايه؟ دي جزء ايه؟ المصري في الخارج بيقول انا مش لا اكل حق بقى يعني وبيقول ان انا مش عايز ادفع ولكن ادفع معقول مش بالطريقه دي تامينات اضعاف مضاعفه نقابة اضعاف مضاعفه اراضي حتى لما احب استثمر كمان واعمل مشروع يفيد بلدي ويفيد اهل بلدي نلاقي برضه العيب والموت زياده عاليه قوي البنت بتكمل رسالتها بتقول يا جماعه ما تفكروش ان احنا طالعين بره نتفسح احنا بندفع من دماغنا وصحتنا من اجل توفير رصيد مالي يضمن لنا حياه كريمه ولما نيجي نعيش الحياه الكريمه تفرضوا علينا كل المصروفات وكل اللي تحطوا لنا العقبات والعرقيل الزياده دي احنا كده هربنا ليه؟ في رساله ثانيه جايه من المواطنين المقربين في الخارج بيقولوا رجعنا لكم تاني فقرة الاقتصادية بعد ما استمتعتوا بالتقرير اللي سمعتوها وشفتوها ومدى جدية التحقيقات ومدى جدية التنفيذ في المشاكل. نرجع كنت انا اتكلمت قلت ضربة معلم هنأجلها بعد ما اقول في ناس كتير جدا بتتكلم ومن ضمنه الاعلام ان على تهجير الاسر اللي في المدن الحدوديه اللي هي الالف اسره اللي بيتم تهجيرهم عشان الخط اللي بتدي السور اللي احنا بنقيمه دول بتعدوا ما يجوش الف اسره والناس ابتدت تتكلم وطبعا اذاعات في الخارج ان بنبتدي بناء بنبتدي بن 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 نبتدي النهارده نتكلم على الالف اسره هيكونوا ايه دول زي ايام ما كانوا 67 ما كانوش الف اسره ده كانوا ثلاث مدن يعني ايه عارفين ثلاث مدن كانوا بيمثلوا اللي هي بورسعيد والسويس والاسماعيليه دول كانوا بيمثلوا تقريبا ربع القطر المصري فعايز اقول ايه ده النهارده الشعب بتاعنا عنده وعي عنده وعي النهارده ازاي يتقبل قرارات الرؤساء قيادات بتاعته مؤمن بيها مؤمن بالرئيس بتاعه مؤمن برئيس وطني انه بيعمل ده لصالحه فما فيش مشكله عندنا بس انا عايز اقول النهارده انا الحل لسينا النهارده ان انا انزل فيها الشباب انا بعد ما اطهرها انزل فيها الشباب عشان انزل الشباب اعمل مصانع مصانع تنموية مصانع كل المصانع دي النهاردة مصانع بكل انواعها ممكن النهاردة زراعة ممكن صناعة بس النهاردة عشان اعمل هذا الكلام لازم اعمل حافز للشباب النهاردة في شباب القاعدين النهاردة في الكافيهات والكلام ده انا عايز اشغل الطاقة اللي عندي انا عندي طاقة مش موجودة في اي بلد في العالم الطاقة البشرية دي مش موجودة واي دولة بتتمنى ان يكون عندها الطاقة البشرية دي انا استغلها سينا عايزة طاقة بشرية والطاقة البشرية بتيجي بالعمالة بتيجي بالشغل بتيجي بالحافز انا عايز احفز كل الشباب باسلوب دولة تشوفه للشغل والتنشيط العمل في سيناء ده الحل الوحيد لسيناء هو ده الحل الوحيد نرجع موضوعنا ونقول ضربة معلم النهاردة يعني العالم بيشهد بالقرار اللي خده الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء اتفاقية بين مصر وتركيا المسمية باتفاقية الرور ايه الاتفاقية دي؟
تبقى دي كانت ايام الاخوان، ايام البرلمان، ايام مجلس الشعب بتاع الاخوان اللي كان كله اخوان، عملوا اتفاقية بين مصر وبين تركيا. ايه الاتفاقية دي بتقول ايه؟ في 23 ابريل 2012 بتقول ايه الاتفاقية؟ تسهيل مرور المراكب، تسهيل المرور في الرسوم، تسهيل المراكب التركية بين مصر، بين مصر وتركيا. اتفاقية انها تسهيل، زائد النهاردة الاتفاقية دي بتخلي تركيا تستفيد من تموين السفن بتاعتها وتموين البراجل بتاعتها بالبنزين مدعم، كل دي في الاتفاقية. الاتفاقية دي النهاردة الغائها بضربة معلم. ليه؟ لان النهاردة ده تركيا، مصر دي سوق لتركيا، ومن سوق لتركيا دي معبر، دي مصر معبر لإيه؟ لإفريقيا. مصر معبر للخليج من لتركيا. فالنهاردة القرارات دي قرار مش سهل. ده نتيجة إيه؟ ما هوش قرار عنتري واتاخد كده، لا ده قرار بعد دراسة وابتدى تبلغت بيه الوزارات وتبلغت بيه جميع السفارات وسفارتنا في أنقرة. كل دي النهاردة القرارات دي، القرار ده انا بعتبره من القرارات المهمة. ويمكن من اسبوع الرئيس قال في مفاجأة للشعب المصري، ودي من احلى المفاجآت اللي الرئيس قالها. النهاردة الاتفاقية دي كانت بتخسر قناة السويس، لان بدل النهاردة المركب بدل ما كانت بتدفع الاف الدولارات بتدفع مئات الدولارات. نمرة اتنين البترول، كان بتاخد بترول لكل المواني بتاعتها، لكل المراكب، لكل اسطولها، بري بحري، بالبنزين مدعم. كانت النهاردة منفذ سوق مصر، منفذ لتركيا في كل حاجة. فالنهاردة القرار ده والاتفاقية دي النهاردة دي كانت مدتها 3 سنين، من 23 ابريل 2012 تخلص في 2015. النهاردة القرار بإلغاء الاتفاقية ده النهاردة بيعتبر خطوة جريئة، وبتحسسنا ان احنا معانا رئيس قوي وواثق من قراراته، لان قرار خده قبل ما تنتهي الاتفاقية، وده النهاردة بنعتبره من القرارات الصائبة. وربنا معاك يا سيسي، وفعلا تحيا مصر. موضوع التاني عايز اقول حاجة، اقول للشعب المصري انوه للشعب المصري وانبهه للشعب المصري. والموضوع التاني ان انا نداء للحكومة ونداء عاجل، يبقى نقول للشعب نداء، اما للحكومة اقول لهم نداء عاجل وهام. ايه هو افند؟ فاضل ان انا عايز اقول النهاردة الوضع ده لابد ان انا اقول للشعب المصري ثق في القادة بتوعك. اما بالنسبة للحكومة اقول لهم احترسوا في مخطط النهاردة موجود لتضييع وقت الرئاسة، الوفود اللي بتيجي، الرئاسات، الوزراء اللي بيجي، كل ده النهاردة تضييع وقت، ده استهلاك لوقت الرئاسة. ليه؟ عشان الرئاسة ما تقعدش تفكر لمصلحة البلد. النهاردة مشكلة زي الرئيس السوداني اللي جاي، ما كان لسه من يومين بيتكلم او من اسبوع بيقول ان حلايا ابو شلاتين، النهاردة جاي يعمل زيارة لمصر ويقول ان هنعمل تعاون بينكم. طب كان هو فين قبل حلايا ابو شلاتين لما كان خدوا منه نص البلد بتاعته، نص دولته، واتقسمت لشمال وجنوب، تمام؟ النهاردة زي بيشغلوا بلدنا بمشكلة سد النهضة. انا عايز اقول لحكومة خدوا بالكم من الكلام ده، خدوا بالكم من الزيارات دي المفاجأة، خدوا بالكم من كل الكلام ده، ده تضييع وقت عشان الدولة والحكومة والرئاسة ما تفضاش للبلد. فتنبهوا وخدوا حذركم. في حاجات كتير جدا، مشروع سد النهضة ده كلام من او بقاله كام سنين رايح جاي بيتكلموا فيه ومفيش اي خطوة اتعملت، بس ده اشغال الرئاسة بمشاكل لا تقدم ولا تأخر ولا يقدروا ياخدوا فيها قرارات. النهاردة الدولة لازم تاخد بالها، وانا بدي تنبيه بقول لابد من النهاردة الدولة تاخد بالها من استهلاك الوقت وتضييع الوقت واهدار الوقت، بدل ما نقعد نفكر في حاجات مشاكل ممكن تتحل بعد كده، نبتدي نفكر
في مشاكل اللي هم بيشغلونا بيها عشان ما نفكرش في البلد وازاي نصلحها. تمام؟ طبعا مش هطول عليكم، لنا لقاء تاني وما نكونش ضيف ثقيل عليكم، وان شاء الله نشوفكم على خير، ومع السلامة. مصر البلد، معنا نبني البلد.